ومعنا من جنيف حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي، مرحبا بك. أولا، كيف تفسر غياب معظم الدول المغاربية ما عدا ليبيا طبعا عن هذا المؤتمر المهم حول الأمن، خاصة أن هذه الدول تعاني كلها أزمات أمنية؟ يعني هناك تفسير أساسي هو أنه لا يوجد هناك تقليد لدى دول المغاربية بحضور اجتماعات ومؤتمرات موازية. هناك حرص على حضور اجتماعات تنظم داخل الأمم المتحدة، تنظم كذلك داخل الاتحاد الأوروبي، لكن اجتماعات موازية مثل دافوس، مثل مؤتمر ميونخ، لم نرى فعلا تدافع من قبل الدول المغاربية، رغم أن صحيح أن بعض القضايا تهم منطقة المغرب العربي. ثانيا، أن طريقة معالجة هذه المواضيع في ميونخ طريقة تختلف عن المنتديات الدولية والمنتديات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، تحتاج إلى جرأة كبيرة، تحتاج إلى قدرة كبيرة من رئيس الوفد بأن يعطي تصريحات، بأن يتحدث بكل أريحية. ونحن نعلم جيدا بأن الدول المغاربية يعني تفتقد لهذا الأمر، يعني دائما تحتاج إلى رأي وإذن من قبل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. حالة المغرب الحالية ما عدا ليبيا، ورغم أنه فيها حكومتين، إلا أن أعتقد من الصعب الآن أن ينتقل لا رئيس الجمهورية الجزائري ولا رئيس الحكومة لانشغالهم بالانتخابات، بالإضافة كذلك انشغال تونس وكذلك المغرب، بالإضافة إلى موريتانيا باستحقاقات انتخابية مهمة جدا تجعل من ميونخ أمر ثانوي بالمقارنة مع التداعيات والأولويات الداخلية. طيب، ما هي الأفكار التي خرجت من مؤتمر ميونخ، خاصة بعد هناك تخوف من احتمال عودة الحرب الباردة في أوروبا، وعلى إثر كذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والضعف الذي ستعيشه أوروبا من جميع النواحي الاقتصادية وغيرها؟ يعني قضايا أساسية، مثلا قضايا أوروبا هي في النهاية قضايا تهم منطقة المغرب العربي، لأن أوروبا هي الجار الشمالي لشمال أفريقيا. شمال أفريقيا عضو أساسي في العديد من المنتديات، منها مجموعة 5+5 الأمنية، إضافة كذلك ما يسمى بمسار برشلونة. هناك تخوف كبير على قضية بالنسبة لقضية الهجرة، محاولة لإشراك دول شمال أفريقيا في المقاربة الأوروبية لمعالجة الهجرة، لكن أعتقد بأن العديد من رؤساء الحكومات في منطقة المغرب العربي يرون بأنه في النهاية مطالبة دول شمال أفريقيا بأن تقدم مساعدة في هذه القضايا الخاصة مثلا بقضية تزايد الشعبوية وقضية الهجرة السرية وحتى تبادل المعلومات في قضايا الإرهاب هو دائما من طرف واحد، وأنه لا يمكن أن تكون دائما ينظر لها كأنها دراكي العالم أو دراكي المتوسط. فهناك انزعاج فعلا من بعض دول شمال أفريقيا التي تفضل عدم الحضور على الحضور. الذي حضر فقط يريد في النهاية تلميع الصورة وربما إرسال أو إيصال رسالة سياسية مثل مصر، مثل بعض دول الخليج، لكن أن يعتد بوجهة نظر دول شمال أفريقيا أو حتى الدول العربية فهذا أمر نادر جدا في مؤتمر ميونخ مثل كذلك مؤتمر دافوس. طيب، إلى أي مدى يمكن أن تسيطر أوروبا وسط حرب باردة جديدة وسباق تسلح، خاصة بعد إنهاء اتفاقية صواريخ متوسطة المدى؟ هذه هي المواضيع الأساسية لميونخ. يعني في النهاية، يعني أنت سؤالك في النهاية يجيب على غياب بعض الدول المغاربية وحتى الدول العربية التي ترى في ميونخ فعلا مختص ونادي لقضايا دفاع وقضايا أمنية هو سليل الحرب العالمية الثانية. هناك تخوف كبير لدى أوروبا أولا بهذه المعادلة أو المقاربة الأمريكية تقول بأن في النهاية تنظيم داعش انتهى، وبالتالي سيتم سحب القوات الأمريكية، مما يعرض أمن ودفاع وسياسات الدول الأوروبية لخطر كبير، خاصة مع تزايد الخوف من عودة الأوروبيين الموجودين هناك. النقطة الثانية هي قضية الآن حالة التخوف من تدهور العلاقات بين الشرق والغرب، لنقل بين موسكو وبين الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحاب هذه الأخيرة من الاتفاقية الدولية، بالإضافة كذلك إلى عودة ما يسمى بالسباق نحو التسلح. كل هذه القضايا في النهاية نتائجها تنعكس مباشرة على أوروبا، ورأينا أنه حتى أوروبا الآن أصبحت يعني تتهاوى، الموقف الأوروبي لم يعد موحدا، وبالتالي يحاول مؤتمر ميونخ
على الأقل التقريب بين وجهات نظر هذه الدول، لأن في النهاية استقرار أوروبا وازدهار أوروبا وانتعاشها اقتصاديا أتى بفضل هذا التعاون بين موسكو وبين واشنطن، أي أن المظلة نعم. الأمنية المظلة العسكرية الأمريكية هي التي جعلت أوروبا تصل إلى هذا المستوى من النمو الاقتصادي. نعم، نعود إلى الموضوع الأمني خاصة، سواء في مؤتمر ميونخ أو مؤتمرات أخرى، هل تعلم العالم الدرس؟ يعني لا يجب فقط القضاء فقط على التطرف، بل أسباب التطرف، لأنه يمكن أن تغلب على التطرف، لكن كيفية ضمان عدم عودة التطرف؟ يعني نقطة كذلك نقطة أساسية، لأن بالنسبة للمقاربة العربية منذ فترة، يعني في النهاية الدول العربية الدول الإسلامية هي التي تعاني أكثر من الدول الغربية من نتائج هذا التطرف ومن نتائج كذلك الإرهاب، سواء بصبغة دينية أو بغير دينية، ومنذ سنوات وهي تطالب الغرب يتحمل مسؤوليته تجاه هذه النقطة. في نفس الوقت هناك أسباب اقتصادية وسياسية، منها ما هو داخلي صحيح تتحمل مسؤوليته، المسؤولية الكبرى تحمله الدول العربية أو دول الجنوب، لكن كذلك الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة، يعني التدخلات الأجنبية الخاطئة الاعتباطية، ما حدث في ليبيا، الحرب في ربما في العراق، ما يحدث كذلك اليوم هذا التدافع على سوريا وغير ذلك، يعني أدت إلى فعلا إلى ازدياد قوة التنظيمات نعم. الإرهابية وضعف القدرات الداخلية للدول نعم. العربية. فأنا أعتقد فعلا بأن المقاربة الأمنية التي يعتمد عليها مؤتمر ميونخ لا تكفي أصلا وحدها لمعالجة وحتى كذلك للحفاظ على ما تم استرجاعه من سيطرة التنظيمات الإرهابية. أشكرك سيد حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي، كنت معنا مباشرة من جنيف. بعد قليل في العاشرة بتوقيت غرينتش، تصريحات في الجزائر تعفي بوتفليقة من قراءة اليمين الدستورية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، تثير جدلا واسعا. المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تنشط في مدينة أسفي جنوب المغرب.